الحليب من يعني من المكونات الطبيعية المذكورة في القرآن. يعني مشينا سورة الأنعام فكلقوا أن كيفاش الحليب، كيفاش الله سبحانه وتعالى تحدثنا عن الحليب والفوائد ديالو بطريقة غير مباشرة، ولكن الحليب أو أي حيوان ولا أي كائن آخر بحال شكل مثلا النحل، فلما كيتغدى على واحد المادة لما كدوز ليه الجهاز ديالو اللي عطاه الله لتكون به، ففي ذاك الجهاز كيتم التغيير. نعم. وفي ذاك الجهاز هذيك المادة الأخيرة اللي كتعطينا، بحال دابا ويلا غادي نهضروا على هذه المسألة، نهضروا حتى على النحل. النحل مثلا اللي كترعى مثلا في واحد المناطق مثلا اللي فيها بعض الأدوية، ولا في بعض المناطق اللي فيها بعض المواد الملوثة. نعم. فهذاك العسل ما خصناش ناخذوه. فعلا. فراه نفس الشيء بالنسبة للبقر، حتى هو راه ملي كيتغدى داك التحويل ديال هاد المواد كيمشي ليه الجهاز الهضمي ديالو اللي هو فيه واحد الميكانيزمات كثيرة وكبيرة اللي كتعاوننا وكتحيد لنا هاد المشاكل. فهاد المسألة هذه خصنا نحيدوها من بالنا. وهاد المسألة هي واحد المسألة نظريات مغلوطة، ونظريات اللي دائما كيبداو بها وفي الاخر كتولي كيكتشفوا ان هاد النظرية كانت نظرية مغلوطة. بالعكس، ان الحليب مهم، حنا ما كنقولوش الناس خصها تاخذ 20 لتر ديال الحليب، لا، راه الا خدينا غير كويس صغير كافي اعطينا لوليداتنا ولا خدينا حنايا فهو غادي يكون مغذي وغادي نستافدوا منه وغنستافدوا من الفوائد ديال الحليب. نعم. مشتقات الحليب كذلك يمكننا ناخذوها ويمكننا نستعملوها. عاوتاني ما كنقولوش غناخذوا كيلو، راه الا خدينا غير واحد طريف صغير ديال الفرماج ولا خدينا واحد المثلث ديال الفرماج، راه هو غادي يعطينا واحد الفائده كبيره، وهكا يمكننا نستافدوا من هذه المزايا هذه. الحليب اللي ذكرتي فيه المكونات اللي فيه الفوسفور، فيه البوتاسيوم، فيه الكالسيوم، فيه كذلك اللاكتوز اللي هو عباره على واحد السكر كيتواجد في الحليب، وعنده واحد المزايا كبيره في تحفيز عده عمليات في الجسم ديالنا. فيه الاحماض الامينيه، وفيه كذلك ازيد من 3000 مكون، اذا 3000 مكون اخر اللي فيها مواد املاح معدنيه مركزة. فيها كذلك أنواع أخرى ديال ديال ديال, ديال المكونات البيولوجية النشيطة اللي كتعاوننا الجسم ديالنا، فيه مكونات اللي كترفع لينا المناعة، فيه كذلك واحد المزايا من المزايا اللي ما كنلقاوهاش في المواد الطبيعية، فيه أنزيمات، فيه دي زونزيم. هاد الأنزيمات اللي هما شنو الدور ديالهم؟ ملي كيدخلوا للجسم ديالنا كيعاونوا في عدة تفاعلات، كيحفزوا لنا التفاعلات الكيميائية الطبيعية اللي كتكون عندنا في الدس ديالنا. وهذا من هاد الشيء كامل كما كنعرفوا الوصفة الكلاسيكية ديال استعمال الحليب اللي هو مهم جدا لصحة العظام ولصحة ديال الأطفال ديالنا. فمن الحليب ما خصناش نخليه وما خصناش نتركوه من المائدة ديالنا. الحليب كذلك الساخن إذا سخناه وخديناه في الليل، حتى هي مسألة معروفة عندنا في العرف ديالنا وفي العرف العالمي أنها تساعد على تهدئة الأعصاب. والحليب هو المكون الوحيد اللي فيه واحد التركيبة جميلة جدا، هو واحد المركب ما بين الفوسفور والكالسيوم. هذا المركب ما بين الفوسفور والكالسيوم هو واحد المركب اللي كيعطينا واحد الحيوية واحد الطاقة إيجابية كبيرة في الدس ديالنا، وكيخليها ديما محافظة على الشبابية ديالها. وما غنساوش جانب الجمال، أن قطرة واحدة ديال الحليب فيها 10 ديال المليون ديال مكونات أو جزيئات دهنية. إذن قطرة واحدة يعني هاد الجزيئات الدهنية اللي دخلت لينا المسام ديالنا ديال البشرة كتمشي مباشرة للكولاجين اللي هو الأعمدة الأساسية باش كيحافظوا لينا على الشبابية ديال البشرة، وكتعاونها باش كتقوت وباش كتبقى محافظة على المرونة ديالها، وهكا كتعطينا واحد النظرة هائلة للبشرة ديالنا. نعم. إذن شوف تبارك الله شحال ديال المزايا ديال الحليب. وغادي نقولوا بان الحليب ما خصناش ناخذوه، فالحليب ما تحيدوش من المائده ديالكم او مشتقات الحليب ككل. المشتقات ديال الحليب هنا كنتكلموا على الاجبان وكنتكلموا على الياغورت بالانواع ديالو، كاين وصفات كثيره اللي كيستعملوها الاخوات للبشره، يا اما كنديروها بالفرماج الابيض العادي او لا بالياغورت. وايضا انت دكتور عماد اكثر من مره كتعطينا وصفات اللي فيها الياغورت. الياغورت اللي هو طبيعي يعني اللي بدون سكر، كنديروه مع بزاف ديال المكونات الاخرى الطبيعيه للترطيب. نعم. فاول حاجه بعدا الى هضرنا على الاجبان فغنهضروا على الجبن. الجبن اللي كيكون مصنع بطريقه طبيعيه، اذا البلدي فالجبن المثلث كما هضرنا عليه او المربع فهو ما غيصلحش اننا نديروه مباشره على البشره. طيب. نعم، لان كيمكن يعطينا حساسيات كبيره فعلى المستوى ديال البشره ديالنا. هذه مساله، ومساله اخرى اننا يمكن نستعملوا هاد المكونات الاخرى بحال الياغورت، بحال الجبن، يعني الجبن اللي كيكون طبيعي راه هو معروف ديالنا. فعلاش كنستعملوا الياغورت
ولا علاش كنستعملوا هذا الجبن باش كنديرهم واحد القواعد ديال قاعدات طبيعيه لتحضير كريمات او تحضير بعض الماسكات. علاش؟ لان قلنا هذاك التكوين اللي كاينه ما بين السكريات وما بين البروتينات وما بين الاحماض الامينيه مهمه جدا. وكما ذكرت في الاول ديال ديال الحلقه قلت ان فيه انزيمات. اذا هاد الانزيمات هادو علاش ما نستافدوش منها؟ اذا ملي كنخلطوا واحد المكونات مثلا كنخلطوا نديروا الوصفه مثلا اللي كنعطي ديال معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي وربعة ديال المعالق كبار ديال ياغورت الطبيعي، فلما كتخلط مع واحد المعلقة صغيرة ديال زيت اللوز الحلو، فهذيك لا كركمين اللي هي المادة الأساسية عندنا في الخرقوم كتمشي وكتلتصق لينا بدوك الأنزيمات وكتدخل وكتسهل عملية المرور بواحد الطريقة سهلة وسلسة. زائد أن دوك القطرات اللي هضرنا عليهم اللي كيكونوا فيهم دوك الجزيئات الدهنية كتسهل لينا هاد العملية ديال المرور ديال هاد لا كركمين وديال هاد المواد المفيدة، وكتمشي بطريقة آمنة وكتوصل للخلايا وكتنتشر بطريقة سريعة وكتمشي على جميع البشرة ديالنا. يعني ما كتخلي حتى شي قنت في البشرة ديالنا ما كتوصلوش هاد المادة هادي. نحب دكتور عماد بغيت نتكلموا شوية على الرايب. الرايب كيبقى من بين الوصفات البنينة والجديدة والصحية فعلا، غير هو لختينا بطريقه صحيحه. في جوج انواع، في جوج انواع، كاين البلدي وكاين العادي، وحتى البلدي كاين اللي بالسكر واللي بلا السكر. نعم. ف الا كان بلا سكر غيكون احسن فعلا، فدائما بلا سكر كيكون احسن. علاش؟ لان كنخليو هذاك البكتيريا اللي هضرنا عليها نافعه كتكازر بواحد الطريقه طبيعيه وبواحد الطريقه اللي كتخلي لنا حتى داك الافرازات ديالها نستافدوا منها 100%. وخاصة كما سبق وأن ذكرنا أن هذه البكتيريا هذه اللي كتدخل في نطاق البروبيوتيك اللي كتمشي لنا الجهاز الهضمي ديالنا وكتعاوننا فاش كتعاوننا في إفراز السيروتونين. السيروتونين اللي هو هرمون السعادة اللي كيتفرز بواحد النسبة ديال 87% على المستوى ديال الجهاز الهضمي ديالنا. طيب. نعم. داكشي باش كيقول لك الكرشي إذا شبعت كتقول راس غني. فهادشي علاش؟ لان لاسيروتونين كتفرز بواحد القيمه كبيره او بواحد النسبه كبيره على المستوى ديال الجهاز الهضمي ديالنا. فإلا خدينا الرايب بهذه الطريقه غيكون جميل جدا، ولا خديناه بديك الطريقه ديالنا التقليديه اللي كياخذوا فيها داك الازهار ديال القوق البلدي. نعم. وهي باش كيروبوه. أيه. يا سلام. يعني كاين واحد الماده كتسمى لاسيلي مارين اللي كتكون عندنا في هذا القوق اللي تهي من المواد المهمه جدا. نعم. شنو الدور ديالها؟ الحفاظ على الكبد وتصفية ديال الكبد. أيه. يعني الا خدينا هذا الرايب البلدي هذا اللي مصيب بهذه الطريقه اللي هضرنا عليها بالازهار ديال القوق وخديناه ما فيهش السكر، فكنستافدوا من هذه المزايا ديال رفع المناعه ديال المضاد للتوتر والاكتئاب، زائد انه كيعطينا واحد التصفيه شامله للكبد ديالنا والجسم ديالنا. الى هضرنا على التصفيه ديال الكبد كنهضروا على التصفيه ديال الجسم، فهي مساله مرتبطه ببعضياتها وغادي تكون مهمه جدا للصحه ديالنا. ما غنستنيوش ان غادي نقولوا حتى الرايب اللي حلو فكاين الناس على حسب النكهات. الرايب اللي حلو نخليه للاطفال من الاحسن، لان الناس كبار يقدروا يتعودوا على الرايب مسوس، والرايب اللي حلو نخليه للاطفال اللي نحاولوا نحفزوهم كذلك. الا خداو منه ماشي مشكل، وغادي يعاونوهم في الصحه ديالهم، يعاونوهم على باش يرفع عليهم المناعه ديالهم. وكما كنعرفوا حتى المذاق ديالو كيكون مقبول. طيب الرايب البلدي بدون سكر ممكن نستعملوا في وصفات للجمال دكتور عماد بحال اللبن مثلا ولا؟ فاي حاجه فيها منفعه داخليه للجسم ديالنا كيمكن نستعملوا على برا، خاصه اللي كتكون طبيعيه اكيد. فهي مساله مهمه جدا ومهم نستعمل ديال الرايب البلدي. الرايب البلدي غادي نستعملوه كمضاد للبقع، وغنستعملوه كذلك لنضاره البشره. نعم. ونستعملوه كذلك لاسعاف اولي للبشره ديالنا قبل ما نوضعوا عليها بعض المكياج مثلا، بالنسبه للاخوات اللي عندهم مناسبات اللي كيبغيو يستعملوا هذه المساله هذه. فالطريقه ديال الاستعمال ديالو سهله وبسيطه، اننا ناخذ معلقه كبيره ديال الرايب البلدي، وباش نزيدوا من الفائده ديالو وباش نزيدوا من القوه ديالو نزيدوا من كما كنقولوا حنا نستافدوا منه اكثر، نزيدوا فيه لابيتا كاروتين اللي هي يا اما الجزر محكوك، معلقه كبيره ديال الجزر محكوك، ولا قلنا غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الرايب البلدي نضيفوا لها معلقه كبيره ديال الجزر محكوك، ولا معلقه كبيره ديال القرعه محكوكه، ولا الفيتامين سي حتى هو مهم، معلقه كبيره ديال عصير البرتقال. نخلطوا هذه المكونات نوضعهم كماسك على البشره والرقبه ديالنا، نخليهم مده ديال ثلث ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج مرات في الاسبوع وكنداوموا عليها، فهي كتعطينا فائده كبيره.